وقفت معنا موقفا لا بد أن يسجل ويذكر. حينما كانت عندنا نقص في السلاح باعونا السلاح المطلوب مجاني؟ لا فلوس. وأعطونا طائرات سيخوي لما لم يكن لدينا طائرة واحدة، أيضا اشترينا من عندهم طائرات، وهي الطائرات هم ما يبيعون طائرات وإنما طائرات هم أعطونا إياها. موقف إيران لا يمكن أن ينسى وليس من